أحيا الفنان رامي شفيق ليلة طربية على مسرح مركز الحسين الثقافي بمرافقة فرقة عمان للموسيقى بقيادة الفنان صقر حتر. في الحقيقة أنا مقدم ليلة طرب مع رامي شفيق، متناول فيها مجموعة من الأغاني العربية لعمالقة الفن العربي أمثال وديع الصافي وأم كلثوم وعبد الوهاب ووردة، راح طبعا بالتعاون مع معهد الوطني للموسيقى وأمانة عمان، وراح تكون الفرقة الموسيقية العربية بقيادة الفنان الأستاذ صخر حتر، متلونين أكثر من لون في موضوع الطرب، يعني حتى عاملين قطعة خليجية لعوض الدوخي بعنوان صوت السهارة، يعني عاملين شيء هيك من الموروث العربي، وإن شاء الله في خلال الحفلات القادمة راح كمان نقدم مجموعة من الموروث، مجموعة من الأغاني الموروث للأردن إن شاء الله طبعا خلال الأسابيع القادمة. خلال هالسهرة قدم الفنان رامي شفيق مجموعة من الأغنيات لأشهر عمالقة الغناء في العالم العربي، منهم عملاق الغناء وديع الصافي، لينتقل بصوته العذب بين كل من محمد عبد المطلب والفنانة وردة الجزائرية وكارم محمود وعوض الدوخي، ليذهب بهالحضور المتميز لمدرسة الغناء العربي الأصيل بتقديم أغنية للموسيقار محمد عبد الوهاب، ثم عدوية ليكون مسك الختام مع كوكب الشرق أم كلثوم. برنامج دنيا يا دنيا صالح قشطه.